وافق مجلس النواب نهائيا على تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية للدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وذلك بعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والتي شهدها المجلس اليوم. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقدت جلسة جديدة لمجلس النواب تناولت عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وخلال الجلسة تمت الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية التي شهدها المجلس اليوم. عقدت كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس اجتماعاً لانتخابات هيئة مكتبها، وقد وصلتني رسالة من السيد المستشار الأمين العام بنتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان التي أجريت اليوم. وشهدت الجلسة تأكيد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والتواصل السياسي على التعاون مع النواب في الفترة المقبلة من أجل إنجاز كافة الملفات بين الحكومة ومجلس النواب. اللجان النوعية هي مطبخ عمل المجلس أو المطبخ السياسي في المجلس، وأيضا بيتم مناقشة مشروعات القوانين والقرارات بقوانين والاقتراحات بقوانين والاتفاقيات الدولية، و تصدر عنها توصيات وتصدر عنها رؤى متعددة، فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها للسيدات والسادة رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية للمجلس الذين نالوا ثقة أعضاء المجلس الموقر في كل لجنة. هذا وقد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين المقبل.